السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح السكشن الوحيد معانا مايكرو في البلوك، مش بس في موديول الجي اي تي، ولكن في الجي اي تي والاندو ما عندناش الا سكشن واحد مايكرو. السكشن اللي احنا هنشرحه النهاردة ده كنا اخدنا في الجي اي تي المايكرو جزء بكتيريا وجزء فيروس، كنا خدنا محاضرتين كده ومحاضرتين كده. احنا النهاردة او السكشن بيتكلم على البكتيريا بس، مش هناخد اي فيروس. كنا اتكلمنا على 6 بكتيريا، هم المفروض 8 بس في 2 اخدناهم السنه اللي فاتت، فخلاص هناخدهم من يومريت بس ومش هنشرحهم، مش هيبقى عليهم كلام يعني. يبقى احنا النهارده هنتكلم على 6 بكتيريا بالتفصيل. هي هناخد الميثودز اوف الدايجنوزيس اوف البكتيريا كوزنج الفود بورن انفيكشن. يعني ايه البكتيريا اللي بتسبب اللي هو اللي انت بتتعدى بيها عن طريق الاكل؟ نبدأ أول حاجة كده ونشوف إيه هما البكتيريا اللي معانا. أو قبل ما نشوف البكتيريا، أول حاجة هنتكلم عن الأكيوت انتستينال انفكشن. يعني إيه العدوى بتاعت الانتستين؟ عندنا مصطلح اسمه جاسترو انترايتس. جاسترو انترايتس لو ترجمتها حرفي كده هتلاقي الايتس يعني إيه انفلاميشن، جاسترو يعني اللي هو الاستومك، وانترايتس أو انتريك ده يعني إيه الانتستين. هتقول ان هي الانفلاميشن في او انفلاميشن في الجهاز الهضمي كله او اللي هو المعدة والامعاء، ولكن معروفة يعني ما بين الناس كده ان هي النزلة المعوية. النزلة المعوية دي بيحصل فيها ايه، او اشهر حاجة بتيجي للواحد فيها ايه، بيبقى عنده دايريا وفوميتينج، وساعات بقى فيه اكيد مع الفوميتنج شوية ايه نوزيا. ناخد بقى كده الاكيوت انتستينال انفكشن ده، هاخد العينة بتاعته ازاي؟ احنا قلنا انه لاما بقى عنده دايريا لاما فوميتنج، فانا ممكن اخد الستول. الستول ده هاخده لاما استول عادي في كونتينر، وطبعا الكونتينر لازم يكون كونتينر يعني الحاجة اللي هاخد فيها الوعاء اللي هاخد فيه هي طبعا لازم يبقى نظيف. ولو انا هتأخر يعني المفروض انت اللي هو السامبل تتنقل على طول للايه للمعمل عشان تتفحص، لو فيها حاجة مثلا ما تموتش او ايه احافظ على العينة انقلها على طول للمعمل. لو انا هتأخر احطها في جليسترول سلاين يعني محلول ايه اسمه جليسترول. يبقى اول حاجة هاخد الستول او الفيسز في كلين كونتينر، ان كيس لو انا مثلا هتأخر ديلي ترانسبورت السبيسمن هحطها في جليسترول سلاين. ومهمة قوي بقى في العملي بتاع المايكرو الصور، لان هو بيجيب صورة وبيسأل عليها ايه، وغالبا يعني ممكن ما يجيبش نظري عليها اصلا، يجيب لك الصورة ويقول لك دي صورة ايه، بس لازم برضو تفهم الكلام لانه ممكن يجيب لك كذا معلومة عليها وانت تختار. ده الكونتينر بتاع ايه بتاع الفيسز او الستول. عندنا بعد كده احنا خدنا كده ايه الستول، ممكن ناخد كمان ريكتال سواب، ناخد مسحة كده من الريكتم الصورة بتاعتها اهي. يبقى دي ايه الريكتال سواب، خدت مسحة من الريكتم. كمان ممكن حاجة اسمها ريكتال تيوب. يعني الريكتال تيوب هي انبوبة كده بستخدمها في ايه، في حالات مثلا زي الكوليرا. الكوليرا بقى جايب يعني البيجنت عنده دايرية صعبة جدا جدا لدرجة ان هي ممكن تموته الدايرية دي، فعلشان اقدر اخد منه العينة ممكن اخدها بريكتال تيوب. هي دي الريكتال تيوب، بيبقى فيه كيس كده، كيس هنا كده يعني محطوط هنا واجمع فيه ايه السامبل. يبقى قلنا لاما من الستول لاما ريكتال سواب لاما ريكتال تيوب. ممكن كمان احنا عندنا في مدرسنا الجي اي تي خدنا كده مجازا يعني خدنا الجول بلادر مع الجي اي تي، فقلنا ممكن كمان الجي اي اللي هي الجول بلادر دي يحصل فيها ايه انفلاميشن، يبقى اسمه كوليسيستايتس. كوليسيستايتس اللي هو انفلاميشن في الجول بلادر، فالجول بلادر دي بتطلع بايل. لو انا عندي انفلاميشن في الجول بلادر هاخد البايل اللي بيطلع منين، من الجول بلادر. الجول بلادر دي المفروض يعني بتحط الافراز بتاعها في الديودينم عشان تهضم الاكل، يبقى هاخد من ايه ديودينال دريدج البايل اللي رايح للديودينم هاخد منه العينه في حاله الكوليسيستايتس اللي هو الانفلاميشن في الجول بلادر.
ممكن كمان احنا قلنا في الاول ان العيان اللي عنده مشاكل في الجي اي تي بيبقى جاي بنوزيا وفوميتنج ودياري، ممكن كمان اخد الفوميتس اللي هو الترجيع بتاع العيان ده في حالات ايه، لو في تسمم بالاكل او كده او مشاكل الجي اي تي عنده وعملت فوميتنج، ممكن اخد الفوميتس هيبقى طالع فيه برضو الانفكشن. ده بالنسبة لطريقة اخد العينة او ايه الاشكال اللي انا باخدها، باخد العينة ازاي في حالة الجي اي تي اي انفكشن. بعد كده البكتيريا بقى اللي بتسبب لي المشاكل بتاعة الجي اي تي اللي بتتنقل عن طريق الاكل، هما 8 زي ما قلنا، وهناخد منهم 6 بالتفصيل، والاثنين اللي احنا درسناه قبل كده اللي هما الاشريشيا كولاي والستاف اورياس. اشريشيا كولاي وستافيلو كوكس اورياس دول مش هندرسهم، هناخد الستة اللي بعدهم دول، السالمونيلا والشيجيلا او السبعة اللي بعدهم، والبروسيلا والكوليستريديم كوليرا ليكوباكتر بايلوري والكامبايلو باكتر. اخدناهم في النظري كلهم، وهتلاقي العملي كلامه يعني ايه متشابه كتير مع النظر. لو انت مذاكر النظري هتلاقيك ايه نفس الكلام بيتعاد مع شوية صغر. هنتكلم اول حاجة على السالمونيلا والشيجيلا، بس قبل ما نتكلم عليهم محتاجين نفتكر مع بعض القواعد اللي احنا بنقولها قبل ما ناخد اي بكتيريا عشان تسهل عليا حفظ الحاجات اللي ما بتتفهمش. ايه الحاجات اللي ما بتتفهمش في البكتيريا؟ المورفولوجي بتاع البكتيريا. المورفولوجي اما بنيجي نتكلم على اي مورفولوجي لبكتيريا، كنا بنتكلم على كلمة تلات كلمات بحرف الاس، يبقى تلاتة اس وكلمة ماك. تلاتة اس دول كانوا ايه؟ اكتب معايا القواعد دي، ولو في حد محتاج القواعد ممكن يقول لي في التعليقات وابعتها له ايه، ابعت له الصورة اللي انا كتباها. يعني التلاتة اس هما الشيب والستين والسبور، دول التلاتة اس. كلمة ماك اول الام موتيليتي، الاي ارنجمنت، السي الكبسول. اول حاجة الشيب. الشيب كل اللي هندرسه رود او باسيلاي، يعني عصوية الشكل، يبقى كلهم هيبقوا ايه؟ رود او باسيلاي ان شيب. تاني حاجة الستي، كلهم جرام نيجاتيف ايه؟ استي، كلهم جرام نيجاتيف. تمام. لما بتكون البكتيريا جرام نيجاتيف لقوا ان بيبقى عندها انتجين اسمه او انتجين، يبقى اي بكتيريا بتبقى جرام نيجاتيف بيبقى عندها او انتجين، وكل اللي احنا هناخده جرام نيجاتيف يبقى ايه؟ يبقى هم عندهم او انتجين. ده بالنسبة للستين. طب السبور مفيش، كلهم نان سبور ما عدا اي واحدة هتبدأ بكلمة كوليستريديوم او باسيلس، يبقى كلهم نان سبور ما عدا اللي فيها كوليستريديوم او باسيلس، يبقى دول التلاتة اس. كلمة ماك، الام موتيليتي ما ذكر فيه حرف الايه فهو موتايل، يبقى ما ذكر فيه حرف الايه موتايل. واي بكتيريا موتايل اللي بيساعدها على الموتيليتي هي مين؟ الفلاجيلا، الاهداف اللي هي بتتحرك بيها. والبكتيريا اللي عندها فلاجيلا بيبقى عندها اتش انتيجين، يبقى اي بكتيريا هلاقي فيها في اسمها حرف الاو يبقى هي كده ايه؟ موتايل. ولو لقيتها موتايل يبقى اكيد عندها فلاجيلا، ولو عندها فلاجيلا يبقى عندها اتش انتيجين. تمام. ده الموتيليتي. الارنجمنت، الارنجمنت عادي بقى، ممكن تكون موجوده سنجل، ممكن تكون بيرز، ممكن تكون كلاسترز، ممكن تبقى موجوده في اي حاجه. الكبسول، ما ذكر في حرف الكي نطقا او كتابه يبقى عنده كبسول، ما ذكر في حرف الكي نطقا او كتابه يبقى ايه؟ كبسول. الكبسول ده او ما ذكر في حرف الكي نطقا او كتابه هيبقى كبسول، وهيبقى كمان لاكتوز فيرمنتر، هيبقى لاكتوز فيرمنتر وهيبقى عنده ايه؟ كبسول، ويبقى عنده كي انتيجين. يبقى احنا قلنا 3 انتيجين لحد دلوقتي، الاو انتيجين بيبقى عند بيبقى في البكتيريا الجرام نيجاتيف، قلنا الكي انتيجين بيبقى في اللي عندها كبسول بتبقى لاكتوز فيرمنتر وبتبقى ايه؟ يبقى كبسول وكي انتيجين ولاكتوز فيرمنتر اللي فيها حرف الكي نطقا او كتاب. وقلنا كمان اخر انتيجين اللي هو الاتش انتيجين بيبقى في ايه؟ في البكتيريا الموتايل اللي عندها فلاجيلا. يبقى دول شويه القواعد اللي معانا، تيجوا كده نطبقهم على السالمونيلا والشيجيلا. نقول اول حاجه الشيب كلهم رود او باسيلا، الستين كلهم جرام نيجاتيف، السبور فيها كلمه كوليستريديوم او باسيلس ما فيهاش يبقى نون سبور. الموتيليتي اول حرف من كلمه ماك، الموتيليتي سالمونيلا فيها او تبقى موتايل، شيجيلا ما فيهاش او يبقى نون موتايل.
ماك ايه ارينجمنت. الارينجمنت قلنا عادي بقى، ممكن تكون اي ارينجمنت، بير سنجل كلاستر، ما بيبقاش مميز يعني. الكبسول نون كبسول، مفهومش نون كبسوليتد، لان هي ولا فيها كي ولا نطقا ولا كتاب. ده بالنسبه لايه؟ للمورفولوجي بتاع السالمونيلا والشيجل. الديسيز اللي بتسببها السالمونيلا، احنا عندنا انواع من السالمونيلا، واحده اسمها سالمونيلا طايفي وسالمونيلا بارا طايفي A و B و C، ودول بيسببوا لي التايفويد فيفر، اللي هي حمى التايفويد اللي انت عارفها واللي سمعت عنها كتير، اللي بيسببها السالمونيلا طايفي والسالمونيلا بارا طايفي A و B و C. السي مش موجوده عندنا في مصر. فود بويزنينج ممكن تعمل، يبقى ممكن تعمل تايفويد فيفر اللي هي حمى التايفود، ممكن تعمل تسمم بالاكل الفود بويزنينج زي السالمونيلا طايفي ميوريا وسالمونيلا ايه انتريتيدياس، دول بيعملوا فود بويزنينج. ممكن كمان تعمل سبتسيميا. السبتسيميا يعني وجود البكتيريا في الدم، بقى دي الامراض اللي بتسببها ايه السالمونيلا. السالمونيلا دي حكايتها ايه؟ بتدخل عن طريق الجسم، يعني بتدخل للجسم ازاي؟ زي ما قلنا بتنتقل بالاكل. يبقى المود في الانفكشن هاخد كونتامينيتد ووتر او فود، تمام. دخلت للجي اي تي، وصلت للانتستين، تبدا البكتيريا وهي قاعده في الانتستين تعمل بينيتريشن للانتستينال ميكوزا، تخرم في الانتستينال ميكوزا. تروح فين؟ هتروح لاقرب لينفينود، واللينفينود بتاعه الجي اي تي او الانتستين بتبقى اسمها ميزنتريك لينفينود، بتاعه الانتستين لينفينود ميزنتريك لينفينود. تروح هناك وتعمل مالتيبليكيشن، عملت مالتيبليكيشن في اللينفينود اللي اسمها ميزنتريك لينفينود. بعد كده تسيب اللينفينود وتروح للبلاد، تروح للبلد. بما انها وصلت للبلد، البكتيريا وصلت للبلد، يبقى تعمل السبتسيميا. الكلام ده بيحصل في اول اسبوع، في اول اسبوع البكتيريا بتروح للبلد. بعد كده في تاني اسبوع بتروح تعمل لودج او تتمركز او تستقر في الجول بلدر. خدوا بالكم من كلمة اول اسبوع وتاني اسبوع والكلام ده، يبقى اول اسبوع راحت للبلد، فانا ممكن اخد العينة بتاعتي من البلد في اول اسبوع. طب ولو في تاني اسبوع اخدها منين؟ من الستول. طب لو تالت اسبوع، بيقولك البكتيريا دي ما بتقعدش هادية في مكانها، بعد ما بتروح للجول بلادر ممكن ان هي او للانتستم ممكن ان هي تعدي لليورينري سيستم، وفي تالت اسبوع انا اقدر اخدها من اليورين. يبقى اول اسبوع ممكن يجي يقولك اول اسبوع باخدها منين؟ بلاد. تاني اسبوع استول، تالت اسبوع ايه؟ يورين، لان البكتيريا مش قاعده هاديه في مكان. بعد كده هعمل لها دايركت جرام ستين، قلنا ان هي بتبقى ايه؟ جرام نيجاتيف بكتيريا. صحيح نسينا نشوف شكلها، شكلها مش هو ده الجرام نيجاتيف اللي بيبقى لونه بينك، بيبقى جرام نيجاتيف وبيبقى شكلها رود اهو، رود يعني عصويه الشكل، يعني هي اكيد مش هتبقى عصويه يعني حاجه كبيره كده، لا هي حاجه صغيره كده، حاجه صغيره كده، بس ايه عصويه الشكل. ده بالنسبة للشيب بتاعها، عشان ممكن يجيب لك الصورة ويقول لك دي بكتيريا ايه. الكالشر بتاعها، والله الكالشر احنا بنتكلم فيه عن الاكسجين، كربون دايكسايد، البي اتش، التمبريتشر والميديوم. هي ما فيهاش حاجة مميزة. اكسجين فاكوليتيف ان ايروب، فاكوليتيف يعني اختيارية، يعني لا تعيش عادي وجود اكسجين، او لو عاشت من غير اكسجين عادي، ده الطبيعي بتاع البكتيريا. الكربون دايكسايد الطبيعي برضو 3 من 100%، البي اتش 7.4 من 10 عادي، التمبريتشر 37 مفيش فيها حاجة مميزة، الميديم بتنمو على الأوردينري ميديم عادي، يعني تقدر تنمو على الأوردينري ميديم. في عندنا لها سيلكتيف ميديا، سيلكتيف ميديا يعني ميديا مخصصة ما تطلعش إلا بكتيريا معينة أنا يعني عاوزاها، أي بكتيريا تانية تعمل لها إنهبيشن. عندنا بكتيريا اسمها او ميديا اسمها اس اس اجار، اس اس اختصار لسالمونيلا شيجيلا اجار، بتخلي السالمونيلا والشيجيلا هما الوحيدين اللي يموا عليها، واي بكتيريا تانية حتى لو عند الانسان تيجي تنمو ما تعرفش تنمو، يبقى دي سيلكتيف ميديا. عندنا كمان ميديا اسمها هيكتون انتريك ميديا، هيكتون انتريك ميديا دي من السيلكتيف ميديا. واحده كمان اسمها زايلوز لايسين دي اوكسي كوليت اجار، او اختصارها ZLD زايلوز لايسين دي اوكسي كوليت اجار، بتطلع لون بينك.
عندنا الانديكيتور ميديا، والانديكيتور ميديا في الحالة دي اسمها ماكونكز، ماكونكي، الماكونكي ده او ماكونكز اجار، دي انديكيتد ميديا بتطلع ايه؟ احنا قلنا ما ذكر فيه حرف الكي نطقا او كتابة بقى لاكتوز فيرمنتر. هل السالمونيلا والشيجيلا لاكتوز فيرمنتر؟ لا مش لاكتوز فيرمنتر، مفهومش حرف الكي. كمان عندنا ميديا تانية اسمها دي اوكسي كوليت ستريت اجار، دي اوكسي كوليت ستريت اجار اختصارها دي سي اي، دي سي اي. في عندنا برضو انريتشمنت ميديا، انريتشمنت هي ميديا عادية بس انا حطت لها سبيسيفيك نيوتريشن، زودت عليها نيوتريشن معينة علشان بكتيريا ايه معينة تطلع عليها، بيبقى اسمها او عندنا لها انواع سيلينايت وتترا ثايونيت ايه بروث، يبقى بتجمع على الاورديناري ميديا، على السيلكتيف ميديا اللي اسمها اس اس اجار، هيكتون انتريك ميديوم وزايلوز لايسين ديوكسيكوليت، وعندنا انديكيتور ميديا الماكونكي والديوكسيكوليت ستريت اجار، وانريتشمنت ميديا اللي هي السيلينايد والتترا ثايونيت. الكلام النظري مش مهم زي الايه الصور اللي هنشوفها هنا. نشوف بس ده تجميع كده اللي احنا قلناه، قلنا في الكالشر تمبريتشر 37 اكسجين فاكالتيتيف ان اوروب كربون دايكسيد الطبيعي اللي هو 3%. الميديا هي تجميع برضو نيوتريانت اجار، دي اللي هي الميديا العادية اللي هي الاورديناري ميديا، عندنا الانديكيتور الماكونكي والدي اوكسي كوليت ستريت اجار، السيلكتيف اللي هي السالمونيلا شيجيلا اجار، زيلوز هيكتون ميديا والزيلوز لايسين دي اوكسي كوليت، عندنا الانريتشمنت السيلينايد بروث والتترا ثايونيت ايه بروث. ده بس التجميع كده للكلام اللي احنا قلناه من شوية. اهم حاجة بقى الصور، ده هي دي الصور اللي هتيجي. اول حاجة الميديا الاولى دي بتاعت مين؟ الميديا الاولى ده هي بتاعت الماكونكي، ماكونكي اجار، دي الماكونكي، الماكونكي ده اللون البوزيتيف بتاعها، اللون النيجاتيف اللي هي تطلع بيل كده، واحنا قلنا السلمونيلا والشيجيلا لونهم ايه بيل، يبقى عندنا دي البيل نيجاتيف او بيل يلو كولونيز، ماكونكيز اجار مع السلمونيلا والشيجيلا. الثانيه ده اللي هي بتطلع السلمونيلا اسمها ايه دي اوكسي كوليت ستريت اجار، دي اوكسي كوليت ستريت اجار بتطلع بتبقى بوزيتيف لمين؟ للسلمونيلا، بتبقى بوزيتيف للسلمونيلا. هنقول في الشيجيلا ان هي ما بتبقاش بوزيتيف، يبقى اهم حاجه دي الميديا ده هي بتاعت مين؟ دي الماكونكي اجار، سلمونيلا وشيجيلا نيجاتيف، دي مين؟ دي اوكسي كوليت ستريت اجار للسلمونيلا. بعد كده الميديا اللي هي الحمراء ده اللي عليها حاجات سودا ده، دي مين؟ السلمونيلا على الزيلوز لايسن دي اوكسي كوليت اجار، زيلوز لايسن دي اوكسي كوليت اجار، يبقى الحمراء هي زي ال زد ال دي. في عندنا هنا هاس سلمونيلا برضو على السلمونيلا شيجيلا اجار، برضو الشيجيلا بتطلع هنا ولكن دي بتاعت السلمونيلا. هتقولي عرفت منين؟ هقولك من الحاجات ده، الحاجات المدورة السودة دي مش هتلاقيها في الشيجيلا، لان دي نتيجة لوجود اسد اسمه H2S اسد اللي بتطلعه بكتيريا الايه السلمونيلا، مش موجود في الشيجيلا، عشان كده هو اللي بيعمل الشكل ده، فده اللي بيعرفني اللي دي السلمونيلا على الاس اس ميديا. دول الاربع ميديات بتوع ايه اهم حاجة في الـ في الـ في الكلام اللي احنا قلناه النظري، هو الاشكال دي. بعد كده الايدنتيفيكيشن، انا عملت خلاص كولوني، هاخد منها بقى عشان اعمل ايه، اعمل بالجرام ستين اشوف المورفولوجي، المورفولوجي بتاعها قلنا هيبقى جرام نيجاتيف، هتبقى باسيلاي، هتبقى مطايل لان اسمها سالمونيلا بتكلم فيها او، يبقى مطايل، نان كابسوليتد لان ما فيهاش كي، ونان سبوريوليتد لان هي ولا فيها كوليستيريديوم ولا باسيلوس. بايوكيميكال رياكشن بقى، السالمونيلا بتعمل فيرمنتيشن، قلنا خلاص ما بتعملش لللاكتوز، بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز والمالتوز والمنيت، جلوكوز مالتوز منيت. عندنا السالمونيلا طايفي بتعمل بتطلع اسيد، يبقى الفيرمنتيشن بتاع الجلوكوز والمالتوز والمنيت بيطلع اسيد بس في السالمونيلا طايفي، السالمونيلا برا طايفي بتطلع اسيد وجاز، الحته دي مهمه هنشوفها دلوقتي على الصور، هنشوف ايه الفرق. يعني اللاكتوز زي ما قلنا نوت فيرمنتد، مش بتعمل له فيرمنتيشن. اللي بيقول لك الاندول والفوجاس بروسك واليورييز تيست كانوا نيجاتيف، يعني الحاجات دي اليورييز عشان ما تتشابهش مع البكتيريا اللي هنقول دلوقتي بتطلع يوريا او يورييز انزيم،
فهو بيعرفك بس ان السالمونيلا ايه، ما بتطلعش يوري او ما بتطلعش يورييز انزايم. اهو حته ال H2S ده الغاز، الغاز ده بيبقى ريحته وحشه اسمها ريحه البيض الفاسد. المهم يعني اللي بتطلعه مين؟ السالمونيلا نتيجه لوجود ماده السايوسالفيت. هو ده اللي بيفرقها لي هي والشيجيلا على طبق مين؟ الاس اس اجار، بتعمل حاجات سمرة كده. ده السالمونيلا طايفي والسالمونيلا بارا طايفي. انت ما انتش فاهم حاجه ولا شايف حاجه. بص كده، احنا عندنا نوع تيست تيوب، عندنا شويه تيست تيوب. التيست تيوب اللي فيها اللون البينك ده اهو، بص كده في قلبها هتلاقي هي تيست تيوب كبيره اللي فيها السائل، وفي تيست تيوب رفيعه في قلب الايه، في قلب كل واحده. لازمه التيست تيوب دول ايه؟ وهنشوف هنا اهو كمان في البارا طايفي هتلاقي برضو ايه، في تيست تيوب مقلوبه كده. التيست تيوب دي هدفها تعرف تفرق لي ما بين الطايفي والبارا طايفي. قلنا واحده بتطلع الاسيد بس اللي هي السالمونيلا طايفي، وواحده بتطلع اسيد وجاز. فلما بحط التيست تيوب صغيره كده مقلوبه في قلب التيست تيوب الكبيره، لو البكتيريا هي بتطلع طايفي هتطلع اسيد بس، فمش هلاقي في التيست تيوب الصغيره جاز كده وفقاعات في قلب التيست تيوب. انما لو هي بارا طايفي، لو البكتيريا اللي معايا بارا طايفي هتطلع اسيد وجاز، فالجاز هيظهر لي في شكل فقاعات او فراغ كده موجود في التيست تيوب الصغيره، اكيد انت شايفه ده هو. ده ايه؟ فراغ قبل الايه، الميه كده او الحاجه اللي موجوده تظهر، في عندنا فراغ في التيست تيوب. الفراغ ده يبين لي ان هنا في جاز، جاز اتعبى في قلب التيست تيوب الصغيره، يبقى دي السالمونيلا بارا طايفي. هيجيب لك الصوره وانت ما انتش عارف طايفي ولا بارا طايفي، هتبص في قلب التيست تيوب لقيت اللي هي التيست تيوب الصغيره اللي مقلوبه فيها فراغ من فوق، يبقى دي بارا طايفي لانها مطلعه ايه، مطلعه جاز. ما لقيتش يبقى خلاص دي الطايفي. وطبعا هو هنا مديك بصت مع الجلوكوز مالتوز منيت، عشان كده لونها بينك. انما مع اللاكتوز والسكروز نون فيرمنتر، مش بتعمل ايه فيرمنتيشن للاكتوز ولا السكروز. بعد كده السيرولوجي، في بيقول لك ممكن اعمل سلايد اجلوتينيشن تيست او تيوب اجلوتينيشن تيست، في ما يعرف بالفيدال تيست، اسمه فيدال. الواي اللي في الاول دي بتتنطق في، فتبقى اسمه فيدال ايه، تيوب اجلوتينيشن تيست. سلايد اجلوتينيشن ان انا هعمل اجلوتينيشن يعني زي ايه، تجلط كده او تجمع، هعمله على سلايد. انما التيوب من اسمه هعمله في تيوب، بد شويه بديهيات اهو. احنا عندنا نوع مين ده؟ البوزيتيف، وهنا هو النيجاتيف. هو بس بيعرفك ده حاجه كده عشان لما تعمل التست تشوف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، تقارن النتائج بالحاجه اللي هو مديها لك الستاندر. احنا عندنا السالمونيلا طايفي فيها ايه؟ فيها الاو انتجين والاتش انتجين. قلنا الاو بيظهر امتى؟ قلنا الاو مع جرام نيجاتيف، وبما انها جرام نيجاتيف سالمونيلا يبقى خلاص هتظهر، هيبقى معاها او انتجين. الاتش انتجين قلنا مع اي واحده موتايل، اي بكتيريا موتايل هيبقى عندها اتش انتجين، يبقى دول بتوع مين؟ سالمونيلا طايفي. الاي اتش والبي اتش دول بتاع السالمونيلا بارا طايفي، سالمونيلا بارا طايفي دول الانتجين بتوعها. هبدا ان انا احط بقى عليهم الانتجين او دول، احط عليهم الانتي بودي بقى علشان اشوف. والله لو حصل اجلوتينيشن زي كده يبقى هي بوزيتيف، لو ما حصلش حاجه زي كده يبقى هي ايه، نيجاتيف. يبقى الصوره دي لو جابها لك وقال لك هي فيها ايه، هتقول له السلايد اجلوتينيشن تيست، سلايد اجلوتينيشن تيست، لان انا شايفها على سلايد. انما التيوب اجلوتينيشن تيست لا، دي شويه تيست تيوب كده معمول فيهم ايه، معمول فيهم التست، اسمه فيدال تيوب اجلوتينيشن تيست. هاخد من البيشنت السيرم بتاعه وهدور فيه على الهيدروجين الاتش انتجين، هيدروجين ايه، الاتش انتجين والاو والفي اي انتجين، الفي اي اي انتجين. الاو بيقول لك ان الاو انتجين ده اهو، لو انا لقيته في السيرم بتاع العيان يبقى ده عنده ايرلي انفكشن، لسه عنده الانفكشن الايام دي، لان الاو انتجين لقوا ان هو بيظهر بدري وبيختفي بدري.
انما الاتش انتجين لو لقيته يبقى دي كانت عدوى قديمة، لان الاتش انتجين بيظهر بعد ما الاو انتجين يختفي. يبقى بيقول لك الاو انتي بودي، هو انا قلت او انجين، لا او انتي بودي سوري، الاو انتي بودي ما هو طبيعي الانجين ده اصلا بتاع البكتيريا، انما انا الجسم هيكون بداله انتي بودي، سوري لو انا كنت قلت انجين يعني. الاو انتي بودي ابير ايرلي، بيظهر بدري، وديس ابير ايرلي، انما الاتش انجين ده لا بيظهر متاخر ويفضل ايه لمتاخر. فلو عملته ولقيت الاتش انجين يبقى انا كده عندي العدوى دي كانت قديمه، لو لقيت الاتش انتي بودي. لو لقيت الاو انتي بودي لا ده انا لسه الايام دي، ده دي حاجه ايرلي، حاجه كده لسه موجوده الايام دي. بيقولك so we can determine the onset of الانفكشن، انا هحدد بقى الانست بتاع الانفكشن، الانفكشن دي عدوى من امتى، عن طريق ان انا اشوف او اند اتش انتي بودي. لو الاو عاليه او اعلى من الاتش يبقى دي عدوى ايه، عدوى حديثه ايرلي انفكشن. طب لو الاتش هو اللي عالي عن الاو لا ده تبقى ليت انفكشن، الاتش ما يظهرش الا لو هي حاجه قديمه، الاو ظهر يبقى انا لسه في العدوى. طب نشوف كده بتعمل ازاي. اهو ده طريقه عمل الايه التست او الفيدال تيست، بيتعمل بجيب تيست تيوب بروح احط فيه 1/10 ملي سيرم من بتاع العيان، واروح احط عليه 9/10 ملي سلاين محلول ملح. يبقى اول حاجه انا جبت تيست تيوب رحت حطيت 1/10 ملي سيرم حطيت عليه 9/10 ملي ايه سلاين، كده التخفيف 1/10، كده التخفيف ايه 1/10، انا حاطه 1 لكل 10 اجزاء. تمام، هجيب تيست تيوب تاني هاخد نص اللي في التيست تيوب اللي انا عملتها الاول واحطها في التيست تيوب نصه، يعني هاخد نص ملي واروح اكمل عليها بنص ملي سلاين، يبقى التخفيف 1/20. هاخد نص اللي انا عملته ده واجيب تيست تيوب تالتة اخد نص ملي احطه في التيست تيوب التالتة واحط نص ملي تاني ايه سلاين، افضل اخد نص 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 وازود سلاين نص وازود سلاين كده، انا بعمل ايه تخفيف للضعف. يبقى اول واحدة كانت 1/10، بعدين 1/20، 1/40، 1/80، 1/160 وهكذا، برمي طبعا النص اللي انا بطلعه. يبقى اول حاجة خدت 1 ملي 1/10 ملي على 9/10 ملي سلاين، خدت نص ملي كون يعني قلبتهم على بعض، وبعدين خدت منهم نص ملي حطيتهم في تيست تيوب وزودت النص ملي التاني ايه سلاين، كده انا خففت للنص. رجعت خدت نص ملي حطيته في تيست تيوب تالتة وبعدين حطيت عليه ايه نص ملي سلاين وهكذا. هي الحتة دي حتة يعني مش صعبة، ولكن في ناس ايه بتقف عندها كده شوية. المهم بيقول لك التتر بقى، التتر ده هو ايه، انا عملت ده ليه، هنعرف الوقت عملته ليه. التتر هو الريسيبروكال مقلوب الهايست دايليوشن، هايست دايليوشن اعلى نسبة تخفيف، اعلى تخفيف اعمله ويفضل عندي بوزيتيف رياكشن، اعلى تخفيف هعمله ويفضل عندي بوزيتيف رياكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا فضلت اخفف اهو واخد العينة وافحصها، اخد العينة وافحص مثلا وصلت لحد 1/160، 1/160 ده جيت افحصه لقيت لسه فيه، لقيته بوزيتيف لسه، فقلت ايه اخد اللي بعدها. جيت اعمل 1/320 لقيته بيديني نيجاتيف، يبقى التتر بتاعه هو 1/160، ولكن التتر بيبقى المقلوب يعني بيبقى 160. يبقى الشخص ده هو التتر بتاعه 160. Rising tetr is a diagnostic especially in results with low tetr. يعني ايه؟ يعني المفروض المفروض بكتيريا عندي بتدخل، ما المفروض ما يبقاش فيه تتر خالص، او يبقى 10 20 كده مسموح بيه. لقيت مثلا التتر عند الشخص ده 160، يبقى الشخص ده ايه، لا ده diagnostic، لا ده الشخص ده عنده الانفكشن اكيد. عندنا مثلا حتة التايفويد او السالمونيلا، معظم الناس ممكن يكونوا تعرضوا لها قبل كده، فبقى عندهم تتر في دمهم، لو جيت اعمل هلاقيه يديني نسبة، هلاقيه مثلا 10 او 20 او 40 او 80. فقال لك والله عشان يبقى هو دايجنوستيك تتر، هقول اي واحد التتر بتاعه 80 او اعلى يبقى ده ايه، يبقى ده عنده الانفكشن.
انما اقل من كده لا خلاص، ده ممكن تكون عدوى كانت قديمة او كده. يبقى الفيدال تيست لمين؟ للسالمونيلا. نشوف بقى السلايد الجميلة ده. ها طبعا انت اتخضيت كده من شكلها، بس اقول لك عادي خالص، الاو انجين موجود في كلهم ما عدا مين؟ الاولد فاكسين. ليه الاولد فاكسين؟ لان هقول لك احنا قلنا ان الاو بيظهر بدري ويختفي بدري. اولد فاكسين لا، ده دي حاجه من زمان خلاص، الاو انتجين راح وتبدل بايه؟ بالاتش انتجين او الاتش انتي بودي، مش عارفه انا ماسكه في المهم الاو انتجين موجود في ايه؟ في كلهم، كله 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 في ايه؟ سواء السالمونيلا طايفي، سالمونيلا برا طايفي A و B و C و recent A vaccine. recent vaccine يعني انا اديت لك الفاكسين بتاع السالمونيلا قريب، يبقى انا ده كله عنده مين؟ عنده ال O antigen. طب ال H antigen موجود في السالمونيلا طايفي بس، طب ال H antigen برا طايفي A هيبقى موجود في البرا طايفي A، H antigen برا طايفي B هيبقى موجود في البرا طايفي B، H antigen سي موجود في البرا طايفي سي. طب الريسنت فاكسين، انا ما بديك الفاكسين بديك كل الاشكال بتاعه ايه؟ بتاعه الفيروس بتاعه البكتيريا مثلا، عشان لو دخلت ايه تتعرف عليه. فانا اديتك كله بوزيتيف للاو والاتش والبرا طايفي ايه وبي وسي. اولد فاكسين اللي هيقع مني بس هيبقى هو الايه، لانه هو بيظهر بدري وبيختفي بدري. بعد كده اللابوراتوري دايجنوست بقى بتاع الشيجيلا، والشيجيلا احنا قلناها مع قلنا جزء منها مع السالمونيلا بتاعت ايه المورفولوجي، هي ايه هتبقى بس رود الشيب بتاعها رود، ايه جرام نيجاتيف نون سبور اموتايل لانها ما فيهاش او يبقى اموتايل، الاو اتش الاو 2 بايد اوف كريتيف ان ايروب، الكربون دايوكسيد 3% البي اتش 7.4 التمبريتشر 37 ما فيهاش حاجه مميزه. الشيجيلا بتعمل لي مرض شهير اسمه الباسيلاري ديزنتري، باسيلاري ديزنتري فيما يعرف بكلمه الديسنتريا، دي كلمه عوام الشعب كده عارفينها. الباسيلاري ديزنتري اللي بيميزها الاستول بيكون فيه ميوكس وبلد، ميوكس وبلد في الاستول يبقى دي خلاص ايه ديزنتري. الكالتشر بتاعها زي ما قلنا فاكولتيف ان اوروب، الميديا بتنمو على الميديا تقريبا معظم الميديا اللي الميديا اللي بتنمو عليها السالمونيلا، فانريتشد ميديا زي السلنايت بروث قلناها، واللي هي السالمونيلا شيجيلا والزيلوز لايسين دي اوكسي كوليت، ومين كمان طبعا نون لاكتوز فيرمنتر لان ما فيهاش كي، والماكونكي والدي كي اي هي نفس على فكره السالمون او الدي سي اي نفس الميديم بتوع السالمونيلا اللي هي انريتشمنت السيلنايت والتتراسايونيت والسيلكتيف اللي هي اس اس والزيلوز لايسين دي اوكسيكوليت والماكونكي والدي اوكسيكوليت سيتريت اجار، نفس الميديا بتوع مين؟ السالمونيلا. بعد كده انا عاوز اعمل لهم ستيننج بقى، هشوف المورفولوجي هتبقى جرام نيجاتيف كلهم جرام نيجاتيف اللي احنا هناخدهم، هتبقى نون موتايل ما فيهاش او، نون سبوريوليتد لان ما فيهاش ولا بسلس ولا كوليستريديوم، نون كابسوليتد لان ما فيهاش كي. بايوكيميكال رياكشن الجدول بقى المهم ده، البايوكيميكال رياكشن ده بيقول لك الانواع بتاعه الشيجيلا، مش احنا خدنا انواع للسالمونيلا طايفي وباراطايفي ومش عارفه ايه الكلام اللي احنا قلناه ده من شويه، برضو الشيجيلا لها اربع انواع، اول نوع اسمه شيجيلا دي سنتورياي، تاني نوع شيجيلا فليكسينيري، تالت نوع شيجيلا بويدي، رابع نوع شيجيلا سونياي. يبقى دي سنتورياي فليكسينيري بويدي سونياي، اسماء كفار بقى نعمل ايه. بالنسبه للجلوكوز كلهم لاكتوز فيرمنتر، كلهم بيعملوا فيرمنتيشن للجلوكوز، يبقى كلهم بيعملوا فيرمنتيشن، الاربع انواع بيعملوا ايه فيرمنتيشن للجلوكوز. المفروض كلهم نون لاكتوز فيرمنتر لان احنا قلنا الشيجيلا نون لاكتوز فيرمنتر علشان ما فيهاش ايه حرف الكي نطقا او كتابه، ولكن بيقول لك السونياي دي بتضعف لما بتتحط مع اللاكتوز لفتره طويله،
بتضعف، فممكن تبقى لاكتوز فرمنتر حاجه بسيطه ليت سونيا، يعني بعد ما تقعد كتير كده مع اللاكتوز تضعف شويه وتقوم ايه تبقى لاكتوز فرمنتر. ديسنترياي طبعا والفليكسينيري والبويدي دول كلهم ايه نون لاكتوز فرمنتر. يبقى نثبت كده كلهم جلوكوز فرمنتر، كلهم نون لاكتوز فرمنتر ما عدا السونياي ليت متاخر بتعمل ايه تبقى لاكتوز فرمنتر شويه صغيرين. المنات فليكسينيري بويدي سونياي بتدي ايه كلمه الاي دي يعني اسيد، يعني بتدي اسيد بتعمل اسيد برودكشن. يبقى كلهم جلوكوز فرمنتر، منيت كلهم ما عدا ديسنتري اللي هو الديسنتريا اللاكتوز كلهم ما بيدوش، بس افتكر ان السونياي يعني متاخر كده ممكن ان هي تدي. الاندول كلهم فاريبل يعني ممكن يعطوا ممكن لا، اهم حاجه الجلوكوز منيت ولاكتوز. نشوف كده الصورتين المحترمين ده، هو في واحده كمان ثالثه اهي. الصورتين المحترمين ده هم بيقول لك ايه دي مين اللي بتعطي مع واحد مع واحد بس؟ هو المفروض في الامتحان هيجيب لك ايه كده اهو، هيقوم جايب لك ان ده جلوكوز ده مثلا لاكتوز وده هو مين المنيت. تقوم انت باصص على البتاع مين اللي بعت مع الجلوكوز بس، هتلاقيها الديسنترياي اهي، الديسنترياي بتاعتي مع الجلوكوز بس. ده بنشوف كده مين اللي بعتي مع الجلوكوز، الجلوكوز الإعاقة دي جلوكوز منات لاكتوز. طبعا اللاكتوز سوري ما بيعطوش مع اللاكتوز كلهم قلنا الا السونياي، ولكن هو جايب لك هنا هيجيب لك زي ما انا كاتبه كده بالظبط، هيجيب لك تلات انابيب وفيهم ومكتوب عليهم ده جلوكوز وده منيت وده لاكتوز. انت هتشوف جلوكوز ومنوز او جلوكوز ومنيت، منيت مين اللي بيعمل لدول؟ البويدي والفليكسينيري. اللاكتوز طبعا هما ما بيعملوش هما التلاته. هنشوف هنا مثلا لا ده جلوكوز هيجيب لك كده زي ما هو كاتب على التست تيوبز كده جلوكوز لاكتوز منيت، مين اللي بيعمل لكله؟ قلنا اللي هي السونياي بتعمل برضو اللاكتوز مع ايه ليت متاخر. يبقى ده البايوكيميكال رياكشن اوف الشيجيلا ايه سونيا. فهمتوا الفكره بتاعت التست تيوبز دي ان هو يجيب لك ثلاثه تست تيوب محطوطه ويجيب لك الاربع انواع بتوع الشيجيلا مثلا ويقول لك مين اللي بتعمل إيه، مين اللي بتعمل الشكل ده. هتلاقيه جايب لك واحدة فيهم لونها بينك واتنين مفهومش بينك، يبقى الاتنين دول نيجاتيف. مين اللي نيجاتيف للاكتوز والمالتوز او اللاكتوز والمنيت؟ هتعرف ان هي مين اللي هي الديسنترياي. طب مين ليه اللاكتوز بس بتعمل للجلوكوز والمنيت؟ الفليكسينيري والبويد. طب مين اللي بتعمل لكله بتبقى نيجاتيف مع كله؟ السونياي. طبعا اللاكتوز ليت ولكن هو بدل جابهم لك كلهم بصت في كده يبقى السونياي. ان شاء الله يا رب تكون واصله بس الحته دي. بعد كده بقى احنا خلصنا الشيجيلا والسالمونيلا ودول كانوا اكبر اتنين. بعد كده هندخل على البروسيلا. البروسيلا دي تعالوا كده نشوف القواعد اللي احنا حطيناها. البروسيلا فيها بس حته اختلافه صغيره كده اهو، ان هي ايه الشيب بتاعها بيبقى كوكو بس اللاي. كوكو بس اللاي يعني ايه كوكو بس اللاي؟ يعني ولا هي عصويه ولا هي يعني كوكاي، ولا هي بس اللاي ولا هي كوكاي. هي صغيره كده ومدوره شويه بس ما وصلتش لدرجه الكوكاي، يعني ما وصلتش للدرجه المدوره كده، لا ده هي مبططه شويه. يبقى الشكل ده هو بتاع المبططه شويه الرفيعه او مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، دي كوكو باسيلاي بتاع الشكل البروسيلا. البروسيلا جرام نيجاتيف برضو كلهم جرام نيجاتيف. سبور مش هتكون سبور، الموتيليتي ما فيهاش او يبقى مش هتبقى نون موتايل. الارنجمنت قلنا عادي ممكن تكون اي حاجه. الكبسول برضو هتبقى نون كبسوليد لان ما فيهاش ولا كي نطقا ولا كتابه. تمام. السبيسمن هاخدها منين؟ بصوا هي البروسيلا بتدخل عن طريق برضو الاكل الملوث، دخلت باي طريقه للجسم بتروح تعمل لوكاليزيشن في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هم الليمف نود والليفر والسبلين والبون مارو،
بما انها بتعمل لوكاليزيشن فممكن اخد من اي جزء من يعني اخد من اي حته من دول اخد العينه ولو هي موجوده اعرف ان انا ايه اشوفها يعني. يبقى السبيسمين لاما اخدها من البلد لاما اخدها من البايوبسي لينفينود او سبلين او الليفر او البون مارو لان دول الريتيكولو اندوثيليا سيستم اللي هي بتعمل لوكاليزيشن فيهم. المايكروسكوبيك اكزامينيشن بيقول لك ان الجرام ستيرنج بيكون مش مهمه قوي في حاله البروسيلا لان البروسيلا دي بتعمل حاجه مميزه اللي هي اسمها فاكاليتاتيف انتراسيلولر يعني ممكن تدخل وتستخبى في السل وبيعيش بتعيش في الماكروفاج وتفضل تتكاثر وتعمل ايه حاجه اسمها جرانيولوما. جرانيولوما نتيجه لوجود البروسيلا في قلب الماكروفاج. بعد كده تخرج من الجرانيولوما دي وتروح للدم تعمل بكتيريميا وبعدين ترجع للدم وبعدين ترجع للمكان بتاعها تخرج وتدخل تخرج وتدخل فبتعمل حاجه اسمها انديولنت فيفر. هي مش مكتوبه الانديولنت فيفر بس بفسر لك حته ان اللي عندهم بروسيلا ده ساعات درجه الحراره بتاعتهم تعلى واوقات تقل تعلى وتقل. ليه؟ لان البكتيريا عماله تتمخطر تدخل وتخرج تدخل وتخرج فاما بتخرج للدم تعمل ايه بتعلي الايه تعمل بكتيريميا فتعلي الفيفر. تمام. البلاد كالشر not to be obtained early in disease لان قلنا بتعمل ايه تبقى فاكولتيف انتراسيلولار انكيوبيشن من 3 ل 4 اسابيع. هي فيها حته مميزه ان هي بتنمو حلو عند الكربون دايوكسيد 5 ل 10% والمفروض الطبيعي 3 من 10% ولكن هي تنمو حلو من 5 ل 10. إيه على انريتشد ميديا. تمام. بيقول لك البلاد اجار اهم بقى كلمه او اهم حاجه فيها هي الميديا بتاعتها اللي اسمها تريبتيكيز صويا اجار. تريبتيكيز صويا اجار هي الميديا اوف تشويس لمين؟ للبروسيلا. الميديا اللي في الجنب دي يجيب لك صورتك ويقول لك دي بتاعت مين او دي اسمها ايه. اسمها تريبتيكيز صويا اجار الميديا اوف تشويس للبروسيلا. مهمه جدا التريبتيكيز صويا اجار بيبقى شكلها مميز في ان هي ايه كده وكده. دي ايه؟ تريبتيكيز صويا اجار. افتكرها ان لونها اصفر شبه الصويا صوص بتاع البرجر اللي انت عارفه ده فتبقى دي التريبتيكيز صويا اجار للبروسيلا. تريبتيكيز فيها السي يبقى بروسيلا. تمام. المورفولوجي بتاعها هي جرام نيجاتيف زي ما قلنا. كوكو باسيلاي كوكو باسيلاي اهي نون سبور فورمينج نون موتايل نون كابسوليت الكلام اللي احنا قلناه في الاول في المورفولوجي. ممكن نعمل لها سلايد اجلوتينيشن تيست ويز سبيسيفيك انتي سيرم يعني احط انتي بودي اعمل لها ايه سلايد اجلوتينيشن تيست احط العينه احط عليها انتي سيرم معين لو حصل اجلوتينيشن يبقى انا معايا البروسيل. السيرولوجي ممكن اعمل حاجه اسمها بروسيلا اجلوتينيشن تيست اللي احنا قلنا عليه سواء سلايد سواء ايه تيوب اجلوتينيشن تيست. التتر بتاعها بقى 160 اعلى من 160. احنا كنا قلنا مين التانية اللي بتعمل لها اجلوتينيشن تيست كانت السالمونيلا التتر بتاعها كان 80 انما دي البروسيلا عملها برضو اجلوتينيشن تيست والتتر بتاعها 160 او اعلى. إلايزا بيقول لك عشان اعمل ديفرنشيشن ما بين الاي جي ام او الاي جي جي. احنا عارفين الاي جي ام ده الانتي بودي اللي بيظهر اول ما البكتيريا تدخل الدم انما الاي جي جي ده خلاص بقى اللي هو يفضل ايه هيفضل فتره طويله في الجسم اللي هو الانتي بودي. عندنا كمان تيست اسمه البروسيلين انترا ديرمال سكين تيست. البروسيلين ده هو بيفكرك بمين بالتيوبركولين. التيوبركولين اللي كنا بنعمله التيوبركلوزس كنا بنروح نجيب نحقن البكتيريا تحت الجلد لو حصل تورم يبقى انا عندي الانتي بودي. الانتي بودي بقى سواء انت خدت تطعيم قبل كده سواء خدت البكتيريا قبل كده المهم ان انت عندك انتي بودي من البكتيريا دي. ده البروسيلين انترا ديرمال سكين تيست. كده احنا خلصنا البروسيلا. ندخل بقى على مين؟ على الكوليستريديوم. الكوليستريديوم برضو فود بويزنينج. الكوليستريديوم دي يعني عندنا منها تو سبيشيز واحد اسمه بوتيولينم والتاني اسمه بريفرنجين. يبقى كوليستريديوم بوتيولينم او كوليستريديوم ايه بريفرنجين. الكوليستريديوم دي عندها بعض يعني البوتيولينم ماشيه تبع القاعده اللي احنا قلناها الشيب بتاعها رود الستين دي الوحيده اللي عندنا جرام بوزيتيف
يبقى دي الوحيده اللي هي الكوليستيريديوم بنوعيها البوتيولينم والبريفرنجين جرام بوست. السبور استنى كده عليا، دي فيها كلمه كوليستيريديوم اهي، يبقى ايه؟ بتعمل سبور، والسبور بتاعها بيكون سب تيرمينال. يعني ايه سب تيرمينال؟ فاكرين انواع السبور عندنا؟ لو كانت ده اسمه ايه البكتيريا اهو، بتعمل لاما التيرمينال في النهايه كده ده يبقى تيرمينال سبور، ممكن تعمل في النص كده يبقى سنترال سبور، ممكن تعمل قبل النهايه كده اهو بشويه يبقى ده مين؟ السب تيرمينال. ده انواع السبور اللي عندنا. فبيقول لك ان هما الاثنين بيعملوا ايه؟ سب تيرمينال. انا عندي البكتيريا اهو وده السبور سب تيرمينال قبل النهايه بشويه. الشكل اللي هو عامله لك ده اهو مش بيحسسك بحاجه كده؟ هو مشبه لك ان ده مين؟ ده البكتيرياي اللي طالع منها ده هو مين؟ مين؟ الفلاجيلا. فبيقول لك ان البوتيولينم هي مطايل وعندها ايه؟ فلاجيلا. عندها البوتيولينم فيها كلمه او، فيها حرف الاو، يبقى ايه؟ مطايل. انما البريفرنجين ما فيهاش حرف الاو يبقى نون مطايل. يبقى نقول تاني، احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا الشيب بتاعتهم رود ان شيب، عصويه الشكل. الستين هم الوحيدين الجرام بوستر. السبور بيعملوا سبور عشان فيهم كلمه كوليستيريديوم. الموتيليتي البوتيولينم مطايل، البريفرنجين نون مطايل. تمام. انا بقول الكلام دلوقتي لان كمان شويه هتلاقيه جايبه في نص الكلام، فنخلصه شبه النظري اللي كان بيجي في ايه في اول كده قبل ما نتكلم على البكتيريا. الكبسول، بصوا الكوليستيريديوم بوتيولينم ما بتعملش كبسول، الكوليستيريديوم بريفرنجين بتعمل كبسول. طب الاكسجين ده اوبليجيت ان ايروب، تمام، 3% 37 7 و4، حاجات مش مميزة كلهم كده، فدي ما تبقاش موضع سؤال. والميديم بتاعتها بقى اورديناري ميديم تنمو عادي، بلاد اجار تعمل هيموليسيس يعني بتنمو على ايه؟ الطبق الايه؟ البلاد. في عندنا بقى ميديا مهمة او اسمها روبريستون كوكد ميت ميديا، كوكد ميت ميديا، كوكد ميت ميديا. ليه اسمها كوكد ميت؟ لانها فعلا الميديا دي بتبقى كانها شوربه كده وفيها قطع لحمه. شايف المنظر ده؟ المنظر ده بقى مهم، ممكن يجي في الامتحان ويقول لك دي الميديا اسمها ايه؟ كوكد ميت ميديم، بتتعمل للكوليستيريديوم بوتيولينم وكوليستيريديوم بريفرنجين. يبقى بتاعه اللحمه ده اهي، افتكر ان البريفرنجين يعني كانها بكتيريا كده شبه بكتيريا التلاجة، يعني يربطها لنفسك كده ان كوليستيريديوم بريفرنجين بكتيريا التلاجة. بكتيريا التلاجة، التلاجة بنعين فيها اللحمة بالشوربة بتاعتها، يبقى كوكد ميت ميديم بتاعة ايه؟ كوليستيريديوم بريفرنجين وكوليستيريديوم بوتيولاين. الدايجنوز بتاعها بقى عادي زي اي واحدة، هي ممكن اخد الستول، ممكن اخد السيرم اعمل له بلاد يعني، او ممكن اخد ايه؟ الفوميتوس. البوتيوليزم ده هو او البوتيولينم بتطلع يعني الكوليستيريديوم قصدي بنوعيها بتطلع نيورو توكسين اسمه ايه؟ بتطلع قصدي توكسين اسمه ايه؟ نيورو توكسين. نيورو توكسين يعني بيأثر، من اسمه كده بيأثر على النيرفس، كولينرجيك نيرفس بالذات. يبقى البوتيولينم الكوليستيريديوم بوتيولينم بتطلع توكسين اسمه نيوروتوكسين، بيأثر على الكولينرجيك نيرف. ممكن اخد السامبل من العيان منين؟ هي حاجة بتصيب الجي اي تي، ممكن اخد فيسز او الستول، ممكن اخد سيرم، ممكن اخد فوميتوس. عندنا بيقولك ان الفيكال سامبل دي اشهر سبيسمن ممكن اخدها عشان اشوف التوكسين اللي بتطلعه مين؟ البوتيولينم بتطلع البوتيوليزم. الانفانت بوتيوليزم ده توكسن بيطلع من الكوليستيريديوم بوتيولينم لما الاطفال دول ياكلوا حاجه معينه، الحاجه المعينه دي هي العسل، علشان كده كان يقول لك ان الطفل اقل من سنه ونص او سنتين ما ياكلش عسل. ما ياكلش عسل ليه؟ عشان ممكن يكون في كوليستيريديوم بوتيولينم تعمل له انفانت بوتيوليزم وايه؟ ويبقى مميت بالنسبه للطفل ده اللي هو النيوروتوكسين ده. التوكسين ده ممكن اعمل له ديتكشن بايه؟ اخد انا جبت بكتيريا وشك ان هي فيها التوكسين، اخد البكتيريا دي احطها في مايس، احطها في فار من بتاع التجارب ده، لو الفار ده مات يبقى انا كان عندي مين؟ كان عندي البوتيولاين. يبقى ليه ذا الافكت ان المايس
التأثير المميت على المايس يعرفني ان انا كان عندي النيوروتوكسين بتاع البوتيولين او نيوتراليزيشن بسبيسيفيك انتي سيرا. انتي سيرا اللي هو انتي بودي، يعني احط على الانتيجين انتي بودي بتاعه في ايه يعمل مثلا اجلوتينيشن او كده، اتاكد ان انا كان عندي كوليستيريديوم بوتيولينم اللي بيطلع لي مين البوتيوليزم. طبعا ده شكل البوتيولينم، وهي الوحيده اصلا اللي قلنا ان فيها ايه سب تيرمينال سبور، او فيها سبور اهو في الجنب عامله سبوريشن. يبقى دي شكل الكوليستيريديوم. الدياجنوز بقى بتاع الكوليستيريديوم بريفرنجين اللي احنا قلنا عليها بكتيريا التلاجة، زي ما قلنا سبيسمن هيبقى الستول، هعمل دايركت جرام ستين هتبقى جرام بوستف بتعمل سبور، هيكون سب تيرمينال نان موتايل وبتعمل ايه كبسول. يبقى البريفرنجين كانت عندي بتعمل كبسول، انما البوتيولاينا ما كانتش بتعمل ايه كبسول. الكالشر اوكسجين اوبليجيت ان ايروب، هو احنا مش فاكره كنا قلنا اوبليجيت ولا فاكولتيتيف. البريفرنجين دي فيها اختلافات كتير، ان هي بتعمل كبسول، ان هي جرام بوزيتيف، ان هي نون موتايل، ان هي كمان اوبليجيت ان ايروب، يعني لازم تعيش في حاجه ما فيش فيها ايه اكسجين، لو في اكسجين تموت. اوبليجيت ان ايروب. كربون دايكسيد خلاص الطبيعي، والتمبريتشر والبي اتش 7.4، التمبريتشر 37، سي او سي او اتش اللي هو كربون دايكسيد 3 من 100%، ما فيهاش ايه ما فيهاش حاجه مميزه. يعني الميديا بقى على البلاد اجار، على طبق البلاد ده بتعمل كومبليت هيموليسيس. والكومبليت هيموليسيس كنا بنقول ان الهيموليسيس الفا وبيتا وجاما، الالفا كان بيعمل بارشال هيموليسيس، البيتا كان بيعمل كومبليت هيموليسيس، الجاما كانش بيعمل حاجه. يبقى كومبليت هيموليسيس يعني هي ايه بيتا هيموليسيس، بس بتعمل حاجه مميزه اسمها دبل زون هيموليسيس. دبل زون هيموليسيس يعني ايه دبل زون؟ يعني في حتتين كده، واحده بتبقى فاتحه مع او واحده بتعمل لها كومبليت هيموليسيس، واللي بره بتبقى ايه بارشال هيموليسيس. يعني بص هنا كده في هنا حاجه اهي دي كومبليت هيموليسيس، في حوالينها دايره اهي، الدايره دي بتكون ايه بارشال هيموليسيس. يبقى بتعمل كومبليت هيموليسيس وبارشال ايه هيموليسيس حواليه، تعمل دبل زون هيموليسيس. دبل زون هيموليسيس بيقول لك اهو انر كلير زون اوتر هذه ايه زون، حاجه كده خفيفه او ايه مش باين اهو. سوري خلينا نشوفها هنا اهو في الجنب دي الثانيه، البيتا هيموليسيس اهي اللي حوالين البكتيريا عملت كومبليت هيموليسيس، انما اللي بره ده ايه تحسه كده حاجه خفيفه، ممكن هي ما قدرتش تعمل كومبليت كومبليت هيموليسيس، فممكن يقول لك ان هي الفا هيموليسيس حواليها تعمل بيتا هيموليسيس، تمسح الجزء ده خالص البكتيريا، انما اللي هي الالفا لا بتعمل انكومبليت هيموليسيس. الايج يوك جلوكوز اجار اور السيرم اجار، في عندنا بقى رياكشن اسمه ناجلرز رياكشن، اسمه ايه ناجلرز رياكشن. الناجلرز رياكشن ده ايه وظيفته؟ انا عندي ميديا اسمها ايه ايج يوك جلوكوز اجار، ايج يوك اللي هو بياض البيض، عارف بياض البيض بيبقى اسمه ايج يوك. جبت عملت ميديا من الايج يوك ده، الايج يوك بيبقى فيه ليسيسين، فيه ايه ليسيسين. الليسيسين ده هو عندنا البكتيريا بتاعه البيرفرنجين بتطلع له انزيم يكسره اسمه ليسيسينيز. ليسيسينيز لما بيتكسر بيعمل لي ناجلرز رياكشن. يبقى الناجلرز رياكشن عباره عن طبق متكون او انا عاملاه من الايج يوك جلوكوز اجار، حطيت عليه البكتيريا، لو البكتيريا لقيتها عملت لي حتت كده بهتة يبقى معنى كده ان البكتيريا دي بتطلع لي ليسيسينيز، والليسيسينيز ده كسر لي الليسيسين اللي كان في الايج يوك. الرياكشن ده اسمه ناجلرز رياكشن، وده رياكشن مهم. خلونا كده نشوف صورته، شكله مميز قوي. ده اهو المنظر اهو، سوري، ده ناجلر، ده طبق كان عليه عادي خالص، كان عليه الايج يوك، بعد كده رحت عملت عليه
حطيت عليه الكوليستيريديوم بريفرنجين، لقيت الكوليستيريديوم بريفرنجين ده طبعا فيها الليسيسينيز، فقامت راحه مكسره لي الليسيسين وعملت لي حته ايه زي ما انتم شايفين حته باهته كده. يبقى ده كوليستيريديوم بريفرنجين لما اتحطت على النجلرز بليت. نجلرز رياكشن الوظيفه بتاعته ايدنتيفيكيشن اوف كوليستيريديوم بريفرنجين، نعرف ان الطبق ده بتاع الكوليستيريديوم بريفرنجين. البريس البرينسيبال كوليستيريديوم بريفرنجين بروديوس اوباليسنس. اوباليسنس يعني ايه؟ يعني بريق كده، بتعمل حاجه عامله زي ضوء كده. ان الهيومن سيروم اور الايج يوك ميديا ديو تو برودكشن اوف الليسيسينيز سي. الليسيسينيز سي اسمه الثاني فوسفولايبيز، معناه ان هو بيكسر يعني ايه الفوسفوليبيد او بيكسر الليسين اللي كان موجود في الايج يوك. ده الطبق بتاع البريفرنجين كوليستيريديوم بريفرنجين. ده شكله التاني اهو، طبق فيه حته بيضه كده في جزئين، يبقى ده اللي هو مين النجلرز رياكشن بتاع الكوليستيريديوم بريفرنجين. بايوكيميكال رياكشن بقى الفيرمنتيشن بتاع الشجر بتعمل الجلوكوز والمالتوز واللاكتوز والسكروز. الكلمه اللي مكوناها الغريبه دي هي ان البكتيريا يعني بتعمل فيرمنتيشن لجلوكوز مالتوز لاكتوز سكروز، بتطلع ايه جازس واسيد. عندنا حاجه بقى هنا مميزه هنا اسمها ايه ليتمس ميلك ستورمي كلوت. ليتمس ميلك ستورمي كلوت، ليتمس ميلك ده اهم بيقول لك ان هي بتفرق لي ما بين البكتيريا عن طريق ايه بنروح مع بعض كده نفهم يعني ايه ليتمس ميلك. الليتمس هي ليتم، عارفين الليتمس بيبر اللي هي ورقه دوار الشمس. ورقه دوار الشمس دي كنا بنحطها ايام زمان، او الليتمس بيبر دي بنحطها عشان نشوف الوسط اللي احنا حاطينها فيه هل هو قاعدي ولا هل هو حامضي. لو طلعت لونها بينك يبقى كان الوسط حامضي، لو طلعت لونها بلو يبقى الوسط كان قاعدي. طب انا عندي بيقول لك ان اليوز بتاع الليتمس ميلك ده ديفرنشيت بكتيريا بس دون فاريوس رياكشن زي برودوس ان سكيم ميلك سبليمنتد ويز ايه الليتمس بي اتش انديكيتور. انا هروح احط ميلك والميلك ده بيكون فيه مواد زي او بروتينز زي بروتين اسمه الكازين، وبقى فيه لاكتوز وشويه مينرالز. بس احنا خلينا نركز كده على الكازين اللي بيبقى في البروتين. بتروح البكتيريا دي لو بتطلع اسيد او كده يعني بتروح ان هي تعمل ايه، سوري كده بس بقى، او البكتيريا دي لو بتطلع انزيم معين هتروح هتهاجم الانزيم اللي موجود في اللبن، او هتهاجم البروتين اللي موجود في اللبن، هتروح تعمل جاز فورميشن وايه وستورمي فورميشن. يبقى عندنا البكتيريا راحت طلعت لي بتطلع ايه جاز فورميشن. الجاز ده هيروح يهاجم مين؟ اللبن. يبقى عندنا بكتيريا بتطلع عندي انزيم، الانزيم ده هو بيروح لللبن اللي انا حطاه او الميلك يروح يعمل ايه يكسره، يطلع يعمل جاز فورميشن. هيهاجم ايه في اللبن؟ هيهاجم البروتين اللي فيه اللي اسمه الكازين. يبقى الليتمس ميلك هي بيعمل ديفرانشيت للبكتيريا، هل هي بتطلع الانزيم ولا لا. نشوف بس الكلام ده اهو بتاع الرياكشنز اون الليتمس ميلك. طبعا انا عندي الليتمس ده اللي انا حطاه هيشوف بقى، والله لو اتغير لبينك يبقى البكتيريا كانت بتطلع اسيد، اتغير لبلو يبقى البكتيريا بتطلع الكالي، اتغير لحاجه معينه يبقى الاسيد يبقى بتطلع اسيد كلوت. يبقى نراجع نقول الحته دي بسرعه لان انا حاسه ان انا كده توهتكم. ان احنا عندنا بكتيريا بتطلع ايه معرفش بتطلع ايه، انا حاطه لها ليتمس ميلك، البكتيريا حسب اللي هي بتطلعه الليتمس ده اهو هيتغير. لو هي بكتيريا بتطلع اسيد هلاقي الليتمس بقى لونه بينك، هي بكتيريا بتطلع حاجه الكلاين هلاقي الليتمس بتحول للونه بلو. فانا هشوف البكتيريا اللي عندي طلعت ايه وبعدين اقول هي ايه الرياكشن اون ليتمس. بص لو هي بتعمل اسيد برودكشن، لو هي بتعمل اسيد برودكشن
هيبقى اللون اللي طالع لي بينك نتيجة الجلوكوز اند لاكتوز ايه يوتيلايزيشن، نتيجة اللاكتوز اند الجلوكوز او الجلوكوز واللاكتوز يوتيلايزيشن. طب لو هي عملت اسيد كلوت، اسيد الكلوت يعني عملت كده، عملت زي جمدت اللبن، عملته زي عارف كده لما اللبن يبدا ان هو يكون حتت كده، ما بقاش حليب يعني، ما بقاش اللي هو لبن كده مش مفصول، لا ده بيقطع كده، بيقطع ده الانديكيتور هيبقى بينك، الميديان تبقى كلوتد يعني مش هتبقى سايل كده على بعضها، لا هتحس ان اللبن قطع. big amount of gas may be produced، يبقى في جاز طلع عمل كلوتنج للميلك، فيما يعرف بستورمي كلوت، يعني عملوا زي كده عارف انت جبنه كده، تحس ان هو اللبن ما عادش سايل زي ما كان، او الحليب عشان لو انت ايه مش مصري حليب يعني حاجه كده كانت لبن، لبن كله سايل، بعدين هو ما حصل في اسيد اتحط عليه خلاه ايه يجبن كده ويبقى ايه ويقطع. الطريقه دي بنعملها لما يكون مثلا واحد عنده كوبايه لبن وعاوز يحولها بسرعه، بتعمل وصفه كده فراخ او حاجه، تقوم رايح حاطط على اللبن شويه خل، بيقوم رايح ايه مقطعه كده، تحس ان هو عمله شبه الزبادي او حاجه كده، اكيد يعني بتشوفها في المطبخ، مش عارفه اقولها لك ازاي. الكازين بريسبتيتد باي الاسيد، الكازين اللي موجود في اللبن ده هو بيترسب بايه بالاسيد اللي طلع. This type of الكروت will ايه dissolved in treated with، لو حطيت بقى شويه حمض ايه شويه قاعده زي الصوديوم هيدروكسيد هيروح يمسكه في الاسيد اللي طلع واللبن يرجع تاني ايه طبيعي. طب والله الفكره دي كانوا قالوها فعلا على الجروبات، اللي هو لو عندك لبن او عاوز تحوله لحليب تاني فانت ممكن تحط عليه شويه بايكربونات وبعدين تروح تعمله في الخلاط، والله قالوها فعلا، نبقى ايه ابقى افكر فيها، وما كنتش فاهمه يعني ايه الاساس العلمي بتاعه. المهم ده بالنسبه لايه للاسيد كلوت. طب الالكالين رياكشن، طلعت حاجه خلت الليتمس بيبر لونها بلو، يبقى ايه في امونيا طلعت، الامونيا هي اللي خلت للوسط ايه بلو. يبقى عندنا ثلاث حاجات عشان احنا تهنا في الحته دي، الليتمس ميلك، لا اما يبقى البكتيريا بتطلع اسيد فهتخلي لي لون الليتمس ميلك بين، لا اما بتطلع الكالين هتبقى تخليه الليتمس ايه بلو. طب لو بتعملت اسيد كلوت قطعت اللبن يبقى طلعت ايه، طلعت جاز وايه ورصب لي الكازين، وممكن انا لو عاوز احوله تاني اخليه سايل تاني كده ومش مقطع احط عليه صوديوم هيدروكسيد، دي حاجه قاعديه هتمسك في الاسيد وتعمل لي ايه وترجع لي الكازين دايب تاني واللبن حليب زي ما كان. بعد كده اللابوراتوري دايجنوست بقى بتاع الكوليرا، احنا كده خلصنا الكوليستريديوم، ندخل بقى على الكوليرا وبعدها الهيليكوباكتر، حاجه بسيطه كده. الكوليرا ده كنا خدنا عنها برضو شوية حاجات كده، اللي هو شكلها كانت مميز ليها ان هي شكلها كوما شيبت، كوما شيبت نشوفها كده، كوما شيبت ده اهو عشان ده ايه ممكن يجيب لك الصورة ويقول لك دي مين، اهي شبه الكوما اهي، اهي حاجات كده ايه متنية، حاجات متنية، يبقى دي مين الكوليرا اللي شكلها كوما شيبت باسيلاي الكوليرا. طب الجرام نيجاتيف قلنا كلهم جرام نيجاتيف، يبقى هي جرام نيجاتيف. طب السبور سبوريليتد لان هي ما بتعملش سبور، ما فيهاش باسيلس ولا كوليستريديوم. الموتيليتي موتايل، ده فيها كوليرا اهي، فيها او ده رابيدلي موتايل كمان. الارنجمنت زي ما قلنا سنجل بيرز جروبز عادي ما فيهاش مشكله، الكبسول ما بتعملش كبسول. الكالتشر بتاعها دي هايلي ايروبيك، لازم تعيش في وجود الايه الاكسجين، هايلي ايروبيك كمان، وكمان في البي اتش تنمو كويس عند من 9 لـ 10، من 9 لـ 10. الدايجنوزيس بتاع الكوليرا كنا بنقول في النظري ان هو بيختلف من حالة في مكان موبوء او حالة في مكان اول مرة الاقي فيه حالة كوليرا. الكوليرا اصلا من الامراض الوبائية، لما بتيجي في مكان بتقفل عليه وبيبقى تعمل له حجر وحاجات كتير قوي، لان هي بتصيب الناس بتموت ناس كتير. فلازم عشان اقول ان في حالة عندها كوليرا في مكان مفهوش كوليرا قبل كده، لازم اخد ستيبس معينة كده علشان ما تحكمش ان انا مثلا اثرت الزعر كده وعملت حاجات وهو مفيش كوليرا ولا حاجة. الدياجنوزيس اهو في حالة ان هي الفيرست كيز ان النون انديميك اريا، في مكان مفهوش قبل كده، مكان مش موبوء،
سبيسمن هاخد السبيسمن. الكوليرا بتعمل حاجة مشهورة قوي في الستول بتعمله رايس ووتر ستول، بيبقى شبه مية الرز، عارفة لما تغسل الرز كده ويطلع ميته، المية دي بيبقى ايه اللي هي شبه الستول بتاع الكوليرا. هاخد السبيسمن هيبقى رايس ووتر ستول، هعمل له اكزامينيشن. الكوليرا تحت الميكروسكوب بتبقى هايلي موتايل، يعني تحط كده الشريحة تحت الميكروسكوب وتيجي تبص تلاقي فيه بكتيريا بتتحرك بسرعة قوي ويبقى شكلها كوما شيب. بشوفها بالدارك فيلد مايكروسكوب، ده مايكروسكوب كده بيجيب لي الباك جراوند بتبقى سمراء والبكتيريا منورة كده، فبقدر ان انا اشوفها وخصوصا ان هي بتتحرك فهيكون شكلها باين. الستين بتاعها الجرام تو شو كوما شيبد جرام نيجاتيف فروتس موتايل طبعا سينجل بورلر فلاجيلوم، بيبقى عندها فلاجيلاية واحده كده بتحركها ايه، بيقول لك ان بتبقى دارتنج موتيليتي. هنشوف دلوقتي يعني ايه دارتنج موتيليتي. نان سبورنج ونان كابسوليتي، ده الكلام اللي احنا قلناه في المورفولوجي الاول. الكالتشر بتاعها الفيبريو كوليرا از هايلي ايروبيك، زي ما قلنا هايلي ايروبيك جرو ان السيمبل بيديا ماشي اهو القلاين بي اتش، بتحب قوي من 8 ل 9 ايه في البي اتش. الستول بحطه على ميديا القلاين، هي بما انها بتحب الالقلاين فانا هحطها على ميديا، هحطها على الحاجه اللي هي بتحبها اسمها القلاين ببتون ووتر. القلاين ببتون ووتر هتبقى البي اتش بتاعته ايه، والله انا بقول لك ده هو القلاين، هيبقى البي اتش بتاعته 8.5 يعني حاجه القلاين. هتظهر ازاي؟ هتظهر على وش التست تيوب كده سيرفيس بيليكل. السيرفيس بيليكل ليه؟ يعني طالعه على الوش كده ليه؟ لان هي قلنا هايلي ايروبيك فطالعه فوق علشان الاكسجين بعد 6 ل 8 ساعات. وكمان بتطلع على على زي ما قلنا القلاين اجار او ميديا اسمها ثايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز. ثايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز دي الميديا بتاعت مين؟ بتاعت الكوليرا، بتطلع يلو كولونيز. يلو كولونيز زي ما انتم شايفين اهم يلو كولونيز على ثايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز، صوره مهمه يجيب لك الصوره دي ويقول لك بتاعت مين؟ بتاعت الكوليرا او الفيبريو كوليرا. طلع على او دي بتاع اسم الميديا دي ايه ثايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز، بتطلع يلو كولونيز لان هي بتعمل فيرمنتيشن للساكروز. بقول لك الميديا اسمها ثايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز، يبقى بتعمل فيرمنتيشن للساكروز، عشان كده الاخضر ده بتشال وبيظهر مكانه ايه اللي هو اللون اليلو كولونيز دي اهو. ثايوسلفيت سيتريت بايل ساكروز يلو كولونيز عشان هي بتعمل فيرمنتيشن مين؟ للساكروز. بعد كده انا عملت كولوني، هاخد منها بقى واعمل ايه، اعمل بقى ستيننج بقى عشان اشوف الكوليرا. الكوليرا الفيبريو كوليرا دي قلنا كوما شيبد جرام نيجاتيف رودز موتايل سنجل بولر ايه فلاجيلوم. دارتنج موتيليتي، دارتنج موتيليتي بيقول لك ان هي شبه عارف الدارتنج جيمز دي اللي انت بتقوم البتاع اللي انت بترمي عليها السهم كده او اللي احنا بنرميه ده اللعبه دي، فهو بيقول لك الموتيليتي بتاعته زي دي، بتبقى سريعه جدا هايلي موتايل، فانا بشوف الحركه بتاعتها زي لعبه الدارتنج دي. البايوكيميكال رياكشن الفيبريو كولرا بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز مالتوز مانيت ساكروز، مش لاكتوز بقى لا ساكروز، وبتطلع اسيد اونلي شبه مين؟ شبه اسمها ايه الطيف السالمونيلا طيف. جيف ا بوزيتيف كوليرا ريد رياكشن، ايه الكوليرا ريد رياكشن ده اهو، بروح اعمل احط الكوليرا العينه عندي في الميديا اللي اسمها الكلاين ببتون ووتر، بعد ما يفوت عليها كده نص يوم ولا 18 ساعة بروح احط عليها 3-4 نقط كده من ايه من حمض ال H2SO4 اللي هو حمض السلفوريك اسد، فبيظهر لي لون اسمه روز بينك كولر، لون ايه شبه ايه البينك كده. يبقى الكوليرا ريد رياكشن ده عن طريق ان انا بجيب احط 3-4 نقط من السلفوريك اسد على بيبتون كلتشر انا عملته من 18 ساعة، فبيروح يديني لون مميز روز بينك كولر، عشان كده سميتها بوزيتيف كوليرا ريد رياكشن. البوزيتيف بتاعه ان هو يديني روز بينك او ريد، وهو للكوليرا فكده سميته بوس، عشان كده سميته بوزيتيف كوليرا ريد رياكشن. كوليرا كمان بتدينا اوكسيديز ايه
بوزيتيف بتدينا اوكسيديز بوزيتيف واندول بوزيتيف على فكره. يبقى كوليرا ريد رياكشن بوزيتيف، اوكسيديز بوزيتيف، اندول بوزيتيف. كنا بنقول اي بكتيريا فيها 2 او كانت بتعطي لي اوكسيديز، اي بكتيريا فيها 2 او بتعطي لي اوكسيديز. كمان الاجلوتينيشن ممكن ان انا اعمل لها اجلوتينيشن للفيبريو كوليرا عشان اشوف فيها الاو جروب، الاو جروب عشان هي موتايل. قربنا نخلص اهو. ده بالنسبه انا عملت كل الحاجات دي علشان هي فيرست كيس. المفروض كمان ده انا بعمل حاجات زياده، بس احنا يعني ايه اختصروا الموضوع يعني، وقالوا لك ان احنا اهم حاجه ناخد السامبل وبعدين نشوفها تحت الميكروسكوب ورا الدارك فيلد او عن طريق الدارك فيلد مايكروسكوب، وبعدين نعمل كلشر، وبعد كده ايدنتيفيكيشن للكولونيز دي عن طريق الايه كوليرا ريد رياكشن او الاوكسيديز او الشوجر فيرمنتيشن، الحاجات اللي هي بتعملها فيرمنتيشن، يا اما سلايد اجلوتينيشن تيست. ممكن كمان على فكره كنت اعمل البي سي ار. ده بالنسبه لحاله، اول حاله في منطقه نون انديميك. طب لو منطقه بس مثلا ايبيديميك، منطقه فيها وباء اصلا، خلاص كل اللي انا عاوزاه من الشخص هي الستول اللي يبقى شكله رايس ووتر ستول، واروح اخد الستول ده واعمل منه ايه، اعمل منه سلايد واروح اشوفها تحت الميكروسكوب، والله لقيت فيها كوما شيبد بس اللايو بتتحرك، يبقى خلاص كده انا اتاكدت ان انا عندي الشخص ده عنده كوليرا، لانه هو كده كده في منطقه كلها موبوءه اصلا، يعني اشمعنى هو اللي مش هيجيله؟ زي الايام دي كده اي واحد بيجيله اي اعراض برد يقول لك خلاص ماشي، يعني انت لو عملت التحليل سي بي سي وطلع فيه بيكتفوا بالتحليل على اساس ان انت ايه، يعني اي واحد عنده اعراض برد فهو كورونا، مش هيضر لو احنا قلنا له كورونا، بس هيضر لو احنا ما قلنالوش ان هو كورونا وتعامل عادي وطلعت كورونا. فهي الفكره بتبقى كده في الابيديميك اريا، الناس اللي عندهم اصلا وباء فكل الناس عندها، فانت كده كده عندك الاعراض وعندك رايس ووتر ستول وعندك خدت منك عينه وجيت اشوفها لقيتها كوما شيبد ولقيتها كمان بتتحرك. ممكن اتاكد كمان ان انا احط انتي سيرم او انتي بودي على البكتيريا اللي بتتحرك كده، لقيتها عملت اموبيلايزيشن ما عادش بتتحرك، يبقى انت خلاص كده قدامي انت شخص عندك كوليرا، مفيش تاكيد اكتر من كده. يبقى دايجنوزس للسكند كيس ديورنج الابيديميك، كيس كان بي دايجنوز باي مايكروسكوبيك اكزامينشن اوف ستول عن طريق ان انا اشوف كوما شيبد بس اللاي وذ كاركترستيك موتيليتي، الموتيليتي بتاعتها قلنا الدارتنج موتيليتي، احط عليها سبيسيفيك انتي سيرا، هيحصل لي ايه اموبيلايزيشن، هتموت او ما عادش هتتحرك، يبقى هي كده فعلا كانت ايه، كانت كوليرا. خلصنا الكوليرا، ندخل بقى على الهيليكوباكتر بايلوري والكامبايلوباكتر. كلمتين بساط خالص عن اللي فاتوا، بيقول لك ان الهيليكوباكتر بايلوري ده كانت ايه، بعمل لها التست بتاعها لا اما انفيزيف تيست لا اما نون انفيزيف تيست. انا عاوز اشخص شخص عنده ايه جرثومه المعده. انفيزيف تيست معنى كده ان انا هدخل وهاخد حاجه ودي بتبقى حاجه خطيره شويه، على عكس مثلا نون انفيزيف لا ده انا هاخد مش هاخد حاجه من الشخص ده، انا هعمل له ايه التحاليل وانا ما عملتلوش حاجه انفيزيف، ولا دخلت ولا عملت ايه ولا خدت منه حتت ولا بايوبسي ولا اي حاجه. الانفيزيف تيست دي عن طريق ان انا اخد جاستريك بايوبسي، ده المكان اللي بيعيش فيه طبعا ايه الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي جرثومه المعده، هاخدها واعمل لها ايدنتيفيكيشن عن طريق مايكروسكوب اللي هو الفيز كونتراست مايكروسكوب اللي قلنا عليه من شويه في الكوليرا، هشوف كاركترستيك موتيليتي هعرف منها ان دي ايه الجرثومه او اللي هي الهيليكوباكتر بايلوري. الهيستولوجيك سيكشن ممكن اعملها بشويه ستيننج كده، لا اما الجرام اللي احنا عارفينه وهي بتبقى جرام نيجاتيف زي ما قلنا كلهم جرام نيجاتيف، و او ان انا اعملها بشويه ستين تانية، واحده اسمها جيمسا، واحده اسمها اكريدين اورانج ستين، او الهيماتوكسلين اند ايوسين. يبقى احنا عارفين الجرام وعارفين الاتش اند اي اللي هي الهيماتوكسلين اند ايوسين، وعندنا لا اما جيمسا اكريدين اورانج ستين، دول برضو بيستخدموا في حاله مين، في حاله الهيليكوباكتر بايلوري. هشوف المورفولوجي بتاعها، خلونا كده نمشي على التلاتة اس زائد كلمة ماك. التلاتة اس الشيب بتاع الهيليكوباكتر بتبقى رود شيب او باسيلاي، ولكن بتبقى كيرفد، مش عارفة لها صورة هنا ولا لا، بتبقى ايه كيرفد تقريبا ملهاش صورة، بتبقى ايه كيرفد في ايه متنية شوية، وبرضو الكامبايلوباكتر هنقول ان هي كيرفد برضو.
الستين جرام نيجاتيف، السبور نون سبوريوليتد، الموتيليتي فيها او تبقى موتايل. بس هما دول الحاجات اللي احنا نتكلم عليها هنا. اهو بيقول لك نون سبوريوليشن او سبوريوليتنج جرام نيجاتيف كيرفد رود موتايل مالتي بولر فلاجيلا، عندها فلاجيلا كتير مش واحده بس. هنا كان في كده صوره بس هي مش موجوده، ده الكلام اللي كان موجود فيها ان النون سيلكتيف ميديا مثلا عندنا ممكن نعملها بشوكليت اجار، ممكن كمان سيلكتيف ميديا. السيلكتيف ميديا ان انا احط عليها انتي بايوتيك على ميديا معينه فتموت اي بكتيريا ما عدا البكتيريا اللي انا بدور عليها، والميديا دي اسمها سكرو ميديا. هعمل انكيوبيشن يعني فتره تحضير من يومين لخمس ايام قبل ما ايه اشوف البكتيريا. يبقى لا اما نون سيلكتيف ميديا زي الشوكليت اجار هزرع عليها الهيليكوباكتر بايلوري، لا اما سيلكتيف ميديا حط عليها انتي بايوتيك معين بحيث ان هو يموت كل البكتيريا ما عدا اللي انا بدور عليها، يبقى اسمها سكرو ميديا. الانكيوبيشن من يومين لثلاثة. بعدين هعمل ايدنتيفيكيشن بقى للكولنيز دي. الهيليكوباكتر بايلوري بتطلع او الفيرولانس فاكتور بتاعتها كانت مهمه قوي، ان هي بتطلع ايه، بتطلع اهم حاجه بوزيتيف يورييز، وعندها كمان اوكسيديز وعندها كاتاليز، بس اهم واحد هو اليورييز. اليورييز ده اللي هيساعدني في التشخيص بتاعه. يبقى اليورييز هو اللي هيساعدني في التشخيص بتاعه. ليه؟ طبعا احنا قلنا الكلام اللي تحت الصوره اللي احنا شفناه من شويه ده. اليورييز ده هو ببساطه خالص دي بكتيريا بتطلع يورييز انزيم. طب انا ممكن اجيب اليوريا تيست واعمله لها واشوف هل هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف. هتبقى بوزيتيف ازاي؟ هو ببساطه خالص اليوريا دي او اليوريا تيست بجيب يوريا وبحط عليها انديكيتور اسمه فينول ريد، وبعد كده بحط البكتيريا. البكتيريا دي لو طلعت، لو هي فعلا الهيليكوباكتر بايلوري، هتبقى بتطلع مين؟ اليورييز. اليورييز من اسمه هو انزيم بيكسر اليوريا، فهيروح يكسر لي اليوريا. انا معايا هيليكوباكتر بايلوري حطيتها على اليوريا تيست، هي كان لونها اصفر كده تمام، حطيتها واليوريا كان فيها الفينول ايه ريد. اليوريا اتكسرت هتتحول لامونيا وكربون دايوكسيد. الامونيا دي بتخليه الوسط الكلاين ميديوم. الميديوم دي او الالكلاين ميديوم دي بتخلي لي الفينول ريد يتحول للونه ايه البينك اللي احنا شايفينه، عشان كده هي بوزيتيف يوريا تيست. والبوزيتيف هو اللون ايه البينك ده، المفروض يبقى ريد بس هو ايه طلع بينك. المهم يعني ان ده اليوريا تيست. النيجاتيف بيبقى لونه فاتح ده او الاصفر او البرتقاني، والبينك او البربل او الريد ده بيكون هو البوزيتيف يوريا تيست. ده تيست مهم جدا لمين؟ للهيليكوباكتر بايلوري. نكمل التستات. بيقول لك يورييز تيست فور الدايركت انتكشن اوف اليورييز زي ما قلنا. ممكن اعمل دي ان ايه بروب او البي سي ار كمان، ولكن اللي بستخدمه هو النون انفيزيف دايجنوستيك تيست. اكيد مش كل واحد اشك ان هو عنده هيليكوباكتر بايلوري هروح ادخل واخد جاستريك بايوبسي، دي حاجة مش لوجيك ولا حاجة اي مريض هيسمح بيها يعني، ولا اي دكتور هيعرضه للمخاطر عشان ياخد منه بايوبسي. ممكن هو بص، هو الاغلب بيعمل على فكرة اللي هو الديتكشن للهيليكوباكتر بايلوري عن طريق الانتيجين بتاعها اللي موجود في الستول. نسمع كده الستول علشان يعني ايه يشخص جرثومة المعدة. انها بيقول لك البيست ميثود هو اليوريا بريث تيست، ولا منه انفيزيف يعني ما هوش حاجة صعبة ان انا اعرض العيان ليها، وبرده بيكون مميز او يقدر يطلع لي هل انا عندي هيليكوباكتر بايلوري اكتر من الستول كمان. اليوريا بريس تيست ده فكرته باختصار ان انا بدي للشخص يوريا، واليوريا دي بكون حاطه على الكربونه. طبعا اليوريا عباره عن شويه كربونات كده ماسكين في بعض، فباجي عند الكربونه 13 او 14 واحط ايه ريديو ليبل، حاجه بتنور كده، ودي للشخص ده اليوريا. اليوريا دي نزلت عنده وهو كان عنده ايه هيليكوباكتر بايلوري قاعده محترمه في الاستومك. الاستومك او الهيليكوباكتر بايلوري شافت اليوريا نازله عليها، قالت الله ايه ده انت بتعطيني يوريا، قامت ماسكه اليوريا باليورييز انزيم اللي هي بتطلعه وبدات ان هي تكسر فيها.
وقلنا لما اليوريا بتتكسر بتطلع NH3 اللي هي الايه الامونيا وكربون دايكسيد. اقوم انا حضرتي بقى واخده طبعا الامونيا والكربون دايكسيد دول هيطلعوا ايه، العيان هيطلعهم بقى هيتنفسهم يعني هيطلعوا. هقوم انا مجمعهم في كيس واعمل ديتكشن بقى للامونيا، لو هو عنده فعلا هيليكوباكتر بايلوري هلاقي عندي ال NH3، ما عندوش مش هلاقي ايه NH3. ده باختصار ايه النون انفيزيف دايجنوستيك تيست. طبعا اليوريز انزيم ده مهم جدا، او هو من عوامل القوه والشراسه بتاعه الهيليكوباكتر، لان مفيش اي بكتيريا تقدر تستحمل ال HCl بتاع المعده، فعلشان هي بكتيريا يعني هتعيش في الاستومك، فسبحان الله ربنا مزودها بحته اليوريز انزيم بحيث ان هو ايه يعمل حواليها طبقه من ان اتش 3 عامل تعادل كده لل HCl في المكان اللي هي عايشه فيه، فما تتاثرش بال HCl. بعد كده هندخل بقى على الكامبايلوباكتر بايلوري اخر واحده، انتوا زمانكم اصلا زهقتوا. هعمل لها ايه، هي اصلا الكامبايلوباكتر بايلوري برضو كيرفد شيبد بس اللاي جرام نيجاتيف نون سبوريوليتد وموتايل عشان فيها ايه كامبايلوباكتر فيها اوبايل برضو، فايه فهي موتايل. هاخد استول، لو انا عاوز اعمل لها ديتكشن هاخد عينة استول اعمل لها ويت سمير هحطها يعني على السلايد، وبعدين احط عليها احطها تحت الميكروسكوب هشوفها بانواع الدارك فيلد او الفيس كونتراست مايكروسكوب، ده اللي بيبين لي الاورجانيزم منور وحواليه بلاك باك جراوند، فلو هو موتايل بشوفه كده منور وبيتحرك فبقدر ان اعمل ديتكشن بسهوله للاورجانيزم. هشوف برضو فيها دارتنج موتيليتي، الموتيليتي اللي احنا قلنا عليها ايه شبه رميه شبه الدارتنج ايه جيم دي. باي جرام ستيننج تو ديتكت المورفولوجي كيرفد، لو عملت لها جرام ستين وبصيت تحت الميكروسكوب هشوف فيها كيرفد ايه شيبد جرام نيجاتيف اورجانيزم، او اسمها التاني سيجل. سيجل ده عارفين السيجل ده هو طارق طائر النورس، طائر النورس ده هو بيكون الجناح بتاعه عامل كده شيب شكل كده معين، الشكل المعين ده بيقول لك ان هو الكامبايلوباكتر شبه جناح طائرة سيجل ده، فسموها سيجل اور كوما شيبد جرام نيجاتيف اورجانيزم. كوما لانها برضو ايه يعني فحتة يعني معوجة مش مستقيمة كيرفد يعني موتايل، وفيها سينجل بولر فلاجيلوم، انما الهيليكوباكتر بايلوي كانت مالتي بول او مالتي بولر فلاجيل. الايزوليشن اوف الاورجانيزم فروم الفيكال كلتشر عن طريق ايه، هي فيها حته مميزه الكامبايلوباكتر بايلوري ان هي الاكسجين بتاعها بيكون مايكرو ايروفيلك. مايكرو ايروفيلك يعني بتحتاج كميه اكسجين اعلى شويه، مايكرو ايروفيلك ولا هي يعني مش محتاجه مش هايلي ايروفيلك، بس في نفس الوقت محتاجه اكسجين مش زي بقيتهم كلهم كانوا ايه فاكولتيتيف ان ايروب، لا دي محتاجه مايكرو ايروفيلك. ايروفيلك يعني ايه محبه للاكسجين، مايكرو يعني حاجه بسيطه. جرو بيست ان في وجود ايه 5/10 اكسجين. كمان في الكربون دايكسيد بتمه ايه عند 10% كربون دايكسيد. التمبريتشر هي ثيرموفيليك، ثيرموفيليك يعني محبه للحراره فبتنمو عند 42، ودي اول واحده ناخدها بتنمو عند حاجه اعلى من 37. يبقى الثيرموفيليك اللي هي مين الكامبايلوباكتر جيناي. السيلكتيف ميديا بتاعتها بلاد باز اور الانتي بايوتيك كونتيننج ميديا اللي احنا قلناها برضو مع الهيليكوباكتر اللي كان اسمها سكرو ميديا. سكرو ميديا ها، يبقى الكامبايلوباكتر والهيليكوباكتر بينمو على السكرو ميديا ودي سيلكتيف ميديا. ممكن اعمل كمان بي سي ار لايه للرابيد ديتكشن او الكالتشر ايه كونفيرميشن عشان اصنفها، اصنف الكامبايلوباكتر جيناي ممكن اعمل لها بي سي ار. يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله السكشن، يا رب تكونوا فهمتوا حاجه، اسفه لو طولت بس السكشن والله كبير، واشوفكم في السكشن الجايه ان شاء الله وبالتوفيق.